السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتم بتشوفوا الفيديو بتاعي، الفيديو النهارده عباره عن طريقه عمل الحجازيه. الحجازيه من الحلويات اللي بتميز اسكندريه هنا عندنا، ومعروفه طبعا في المحافظات، بس هي يعني تبع الاسكندرانيه اكتر. دلوقتي هنستعرض معاكم المكونات بتاعتها. دول كوبايتين من دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسه، وزيهم بالظبط هنا كوبايتين بس من الدقيق الابيض العادي. طبعا المقدار ده بيعمل ثانية مقاس 28، والمكونات سواء كان مديه ده او مديه ده لازم تكون ايه بالنص متساوية، او اللي يحب ان هو يغير ياخد من هنا 2.5 مثلا دقيق سميد وكوباية ونص من هنا دقيق عادي فبراحتكم خالص، بس المقادير تبقى 4 كوبايات. ودي نص كوباية من السكر، وهنا نص كوباية من المية الدافية، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وكوباية زيت على زبدة. اللي عايز يعملها زيت بس اوكي مفيش مشكله، ده زيت ذره على زبده. دي كده مكونات العجينه، ومعهم طبعا ذره من الملح، وبعدين هنيجي نشوف الحشوه مع بعض. معانا هنا يا حبايبي في بولت العجن، انا هعمل المكونات الجافه مع بعضها. ده دي السميد هنضيفه الاول، وعليه دي الابيض العادي، هنحط عليهم ذرة من الملح اهي، وهقلب بقى الدقيق ده مع الدقيق ده كده لحد ما ايه كله يمتزج ببعضه، يبقى الاتنين مع بعض ايه خليط واحد شايفين كده. هقلب كويس جدا من تحت ومن فوق، حاجه زي من الحاجات الحلوه جدا والمغذيه، واللي تنفع بافطار او عشاء مع كوبايه الشاي كده، بتبقى ايه حاجه سهله وبسيطه وموجوده في البيت تحت ايدينا اي وقت محتارين نفطر ايه او نتعشى ايه، فدي ايه بتحل المشكله وبتكون ايه منجزه. انا قلبت كده الدقيق السميد مع الدقيق العادي مع ذره الملح. الخطوه اللي بعد كده هنزل عليهم بالزبده، بسم الله، والزيت زي كده بالزبده وبالزيت. هنبس بقى زي ما بيقولوا كده الزبده والزيت مع الدقيق، بحيث ان الحبيبات كلها بتاعه الدقيق تبقى متغلفه بالزبده، تبقى عامله زي حبيبات الرمل. بس طبعا قبل ما هعمل الخطوه دي هاجي طبعا هنا على جنب، هنضيف مع بعض السكر والخميره، معلقه الخميره عشان ايه يتفاعلوا مع بعض على ما انا ابس الدقيق، والنص كوبايه الميه، وهقلبهم الخليط ده كده بحيث الخميره تنشف مع السكر ومع الميه الدافيه في الوقت اللي انا هقلب فيه الدقيق. ونيجي يا حبايبي هنا في الخطوه دي كده، انا هقلب الاول بالمعلقه الزبده مع الزيت مع الدقيق، هخليهم بس الاول بالمعلقه، وبعد كده هنشتغل في ايدينا، لان طبعا بس العجين ده وانك تمزجي الماده الدهنيه مع الدقيق محتاجه شغل بالايد، متنفعش طبعا بايه المعلقه خالص. بسم الله، شايفين كده زي الاثنين كده، ادخل الزبده والزيت جوه الحبيبات بتاعه الدقيق، في المرحلة دي انت شايفاها ان هي
محتاجه سنه ميه عشان تتجانس مع بعضها وتلم. هنضيف لها شويه ميه دافيه. عندي هنا ميه كنت مسخنها في البراد اللي حطينا منها الخميره. ما بخليهاش طبعا طريه خالص، هي بس ايه بتلم كده مع بعضيها، وبعدين ايه هنسيبها تخمر حاجه بسيطه كمان. برضو شويه ميه كمان لسه برضو سايبه من بعضها. هي تقريبا خدت مننا نص كوبايه ميه دافيه. شايفين كده لمت معانا وبقت ايه كتله واحده مش مفروله. هغطيها بقى بالبلاستيك راب واحطها في فرن انا كنت مسخناه، يعني بتقعد من نص ساعه لساعه كده تتخمر. بس عندي في الاول الخميره منها. شايفين طبعا هو دي البسبوسه ده بيشرب السوائل. هنسيبها كده تختمر وبعدين ايه نرجع نشوف الخطوه الجايه فيها. وهنا حبايبي ده الحشو بتاع الحجازيه، ده يدي كوبايه الا ربع من دي السميد اللي احنا عملنا منه الحجازيه، وهنا كوبايه الا ربع من السكر، وثلاث معالق كبار من القرفه، ودول معلقتين كده من الميه يحتاجناهم كلهم او لا، وهنا دول شويه من السوداني المجروش مع الزبيب. هنحط كل المكونات دي كده هنا مع بعض، نقلبها مع بعض. والقرفة اللي مش حابب يضيف السوداني والزبيب مفيش اي مشكلة، ممكن يشتغل بيها كده، وممكن برضو يضيفوا عليها معلقة كبيرة من الكاكاو، بس انا مستغنية عن الكاكاو اكتفي بالقرفة. نقلب كده المكونات دي مع بعض. هي طبعا كده بالطريقه دي هتبقى ايه جوه الحجازيه مش هتمسك، فاحنا عشان هي تمسك هنحط لها برده كميه من الميه حبه في حبه كده، بحيث ايه تبقى عامله برده زي ايه حبيبات الرمل كده. السكر ده طبعا هيسيح بقى جوه العجينه بعد ما نحطها، بس عشان القرفه والدقيق دي طبعا مفيش حاجه منهم هتسيح.
شايفين. هي كده تمام قوي. وهات ايه زي ما انتم شايفينها كده جاهزه للاستخدام اهي زي ما انتم شايفينها كده زي حبيبات الرمله المنديه كده. بقى بعد ما العجينه نفردها في الصينيه هنحط دي ايه في نصها. وكده حبيبي العجينه بتكون اختمرت معانا زي ما انتم شايفين. هقسمها نصين كده زي ما انتم شايفين، وهاخد النص الاولاني احطه في الصينيه. طبعا مش محتاجه ادهنها لان زي ما انتم شايفين كده هي الماده الدهنيه فيها كفايه. هفردها. الصينيه دي مقاس 28 كده. فكده معانا بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. هحاول طبعا ايه بايديا كده اسويها تبقى كلها سوا واحد، يعني ما تبقاش فيها حتت عاليه وحتت واطيه. هنسويها كده بايدينا. حلو. وهحاول ان انا ايه اعمل لها ايه ارتفاع كده بسيط من الجوانب عشان لما ايه احط الحشوه. اهو شايفين كده بايديا عملنا الارتفاع اهي كده بقت مستوية زي ما شايفين. هنبدأ بقى بعد كده نضيف الحشو اللي احنا عملناه مع بعض، القرفة ودي السميد والزبيب والسوداني. كل الصينية اللي معايا انا جهزتها في الصينية، وهبدأ ايه افردها كده واسويها طبعا على كل العجينة. الشكل ده زي ما شايفين كده. هسيبي بقى بايديا كده زي ما شايفين، وادخل في الاجزاء اللي انا عملت لها ارتفاع كده بحيث ان كلها ايه يبقى فيها حشو، ان الحشو ما يبقاش متكتل في حته وحته تانية لا. وهضغط عليه كده ايه ضغطه بسيطه بحيث ان هو يبقى ماسك في العجينه. نيجي بقى على الجزء التاني زي ما انتم شايفين. انا باخد كده حته حته من العجين وابدا افردها على ايديا، او ممكن تتعمل على ظهر صينيه تانية وبعدين ايه بننزل بيها على ايه الجزء اللي تحت اهي زي ما انتم شايفين كده. احطها كده وايه واساوي، واخد برضو قطعه تانية وافردها كده واحطها جنبها. هعمل بقى كل الكميه دي بالمنظر ده وهرجع لكم ايه واحنا بنقفل الصينيه. وده يا حبايبي كده شكل الصينيه بتاعت الحجازيه بعد ما سوينا الجزء الثاني من العجينه على الوش. هبدا بقى اعمل لها شكل بدار الشوكه كده بسم الله زي ما انتم شايفين كده، زي ايه ما احنا بنجيبها من بره بيبقى عليها ايه الخطوط دي كده بيديها شكل جميل. شايفين كده نقلبها كده نعملها برضو ايه بباقي الصينية الخطوط دي كده شكلها حلو. بعد ما تستوي الخطوط دي بتبقى شكلها ايه جميل. نيجي بقى بالسكينه. انا هقطع بس مش هقطع طبعا اللي تحت خالص، هقطع بس ايه
بعلمها كده عشان لما اجي بعد كده اقطع اقطع على ايه التعليم بتاعي، يعني بحيث السكينة بتوصل للحشو بس مش بتنزل لقعر الصينية. بسم الله، شايفين كده وقطعها بعد كده ايه بالورد زي ما شايفين الشكل ده. التقطيع دي بقى شكلها حلو جدا في التقديم بعد ما ايه بتستوي. طبعا حسب رغبتك، يعني عايزه تقطعي عادي مربعات مستطيلات دي حاجه ايه ترجع لك، كل واحد زي ما ايه بيفضل. وبحطها بقى في الفرن على الشبكه لحد ما ايه من تحت الحروف بتاعها تحمر، والوش بقى لو ما احمرش معانا زي ما احنا عايزين بنولع عليه الشوايه حاجه بسيطه، بس انا بسيبها لما تحمر من فوق ومن تحت على الشبكه عشان اضمن ان هي من جوه بيبقى الديب بتاعها مستوي ما يبقاش ايه معجن، يعني ما استعجلش عليها في السوا. هندخلها الفرن ونرجع لكم بعد ما تستوي. وده يا حبيبي كده كان شكل الحجازيه بعد ما طلعت من الفرن، زي ما انتم شايفين كده لونها جميل، بس طبعا هي سخنه مش هينفع تقطع وهي سخنه عشان ما تفرفتش، فهنستنى لما تبرد ونقطعها ونقدمها مع بعض. كده يا حبايبي ده بيكون شكل الحجازيه النهائي زي ما انتم شايفين كده، جميل وطعمها ولا اجمل من كده. وبالف هنا وشفا لكل اللي هيجربها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واتمنى اللي يشوف الفيديو بتاعي ما ينسانيش باللايك، ولو عجبتكم الوصفه يحط لي كومنت حلو كده زيكم ويشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.